بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا في كبسولة قانونية جديدة، مذكرة الفات. انت معاك مستندات وماشي في المواصلات، في المترو، في اتوبيس، في الشارع، في اي مكان، ومحفظتك وقعت فيها مستندات، البطاقة، كارنيه، اي شيء من هذا القبيل، او فيها مستند كمبيالة، ايصال، اي شيء من هذا القبيل. انت لابد اولا ان يكون عندك، اعمل لنفسك كده ترتيب وسيستم عام، ان اي مستند عندك في المحفظه او في البيت لازم يكون منه عده صور ضوئيه. هتعمل صور ضوئيه بجنيه، هترجع بعد كده تحلها ب 200 جنيه، مهم جدا دي. يبقى عندك نسخ ليه؟ عشان لو حاجه فقدت يبقى معاك صوره فيها البيانات والارقام تعرف تطلع بيها. طب فقدت مني المحفظة، وفقدت البطاقة، وفقد كارنيه، وفقد عقد ايجار، وفقد مستندات كتيرة معايا. بروح لاسم الشرطة، بقدم على طلب باسم مأمور الاسم، اطلب تحرير مذكرة فات. بتكتب فيها بيانات الشيء اللي فقد منك، اذا كان رخصة عربية، رخصة تسيير، او رخصة قيادة، او البطاقة بتاعتك، الرقم القومي، او اي مستند، بتكتب بياناته ورقمه اذا كان موجود ومتوفر، او معاك صورة منه ارفقها، بتقول له ان فقد مني المستند الفلاني في المكان الفلاني، وبتحررها فين؟ في الدايرة اللي فقد منك فيها المستند، الاسم، دائرة الاسم اللي فوق فيها المستند، بتحرر فيها مذكرة الفاد، وتقول فقد فيها مني المستند ده، بيأشر لك عليه، بتدفع رسوم بسيطة حوالي 2 جنيه أو 2 جنيه وشوية، رسوم بسيطة في اسم الشرطة، أو إذا كانت غليت حسب قرارات جديدة من فترة، من شهرين أو ثلاثة قبل كورونا دي، هتلاقيها وصلت مثلا لإيه؟ ل 75 جنيه ولا حاجة. بتعمل مذكرة الفاد، بتكتب الطلب وتدفع الرسوم اللي بيقدروها لك، وبيقوموا محررينها لك في دفتر خاص بمذكرات الفاد باسم الشرطة، في امين شرطة قاعد شغلته يعمل مذكرات الفاد في اسم الشرطة، ومعاه دفتر اسمه دفتر مذكرات. الدفتر ده بيحرر مذكرة تفصيلا زي ما انت كاتبها، فقد رخصة قيادة، رخصة تسيير، بطاقة، اي شيء بيكتبها في الدفتر عنده، وبيدي لك نموذج مذكرة اسمها مذكرة الفاقد، مطبوعة كده بيملى لك فيها البيانات، اسمك وتفاصيلك وتفاصيل المستند اللي فقد منك مكتوب فيها، وبتروح تاني للمأمور او المعاون الاسم اللي انت فيه يمضي لك عليه، وبيختم ختم الاسم، وتبقى دي معاك مذكرة الفاقد، بتروح بيها الجهة اللي هتستخرج منها المستند بدل فائد اللي انت فقدته، بتقدم له مذكرة الفات، يطلعوا لك غيرها. وبيحرر لك ليه في الدفتر كل تفاصيل المذكرة؟ عشان لو المذكرة نفسها فقدت منك او تلفت، بترجع تاخد شهادة منها تاني من الدفتر في الاسم اللي انت حررت فيه المذكرة. عشان كده دايما بقول ايه، ان اي مستند عندك وانت ماشي كده في الشارع، في عند اي مكان التصوير، صوره اكتر من نسخة، يبقى عندك في البيت، عندك في مكتبك، في شنطتك، بحيث لو فقد الاصل المستند، بحيث لو فقدت الصورة يبقى معاك بديل لها. هيكلفك جنيه احسن ما يكلفك الاف الجنيهات بعد كده، او ربما ما تعرفش تستخرج المستند لان ما معكش اي بيانات او تفاصيل دقيقة عنه توصلك اليه. ادي اهمية مذكرة الفات، زي ما انا قلت لازم تحرر فيها كل البيانات، وبتحرر في دفتر مذكرات في الاسم بيحرر فيه كل التفاصيل بتاعتها، عشان المذكرة نفسها تقدر تستخرج منها شهادات تانية لو تلفت او فقدت منك، ما تبقاش كل حاجة باظت، يبقى عندك تستخرج شهادة تانية من الاسم، وتلجأ للجهة سواء للسجل المدني او مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة بدل فائد، او بتروح مثلا للمرور تستخرج رخصة بدل فائد بدل اللي فقدت، سواء رخصة تسيير او رخصة قيادة. دي مذكرة الفائد، وان شاء الله نلتقي في كبسولة اخرى باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.